أنا أؤمن بالصوف، أؤمن بفلسفة الحب، لا أزرع غير الحب ولا أجني غير الحب. الشاعر والإعلامي المتصوف هاني أبو مصطفى، ماذا يعني لك الموت؟ يعني الموت يناقش من عدة وجوه. نعم، ما نعتقده نحن في التصوف أن الموت على قسمين: الموت الظاهر المعروف عند الناس، وهو انتقال روح هذا الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم الآخر. نعم، وهذا الموت ما يعرفه الناس. أما ما نعرفه نحن عن الموت هو الموت الاختياري، وهو المبني على قول النبي صلى الله عليه وآله: موتوا قبل أن تموتوا. الموت هو حساب النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه. هل هو بداية أم نهاية؟ هو في منهج السلوك عندنا، يعني عندما نسلك على يد شيخ كامل، وعندما نلجأ إلى الطريقة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، نموت هذه النفس، أي نقمع شهواتها. فالموت الحقيقي هو قمع هذه الشهوات الكامنة في النفس. تخاف الموت؟ أنا لا أخاف الموت وأخاف الموت. كيف؟ أخاف الموت، أخاف من لقاء الله أن أكون مقصرا في جنبه. ولا أخاف الموت عندما أتحسس وأتذوق عشق الله سبحانه وتعالى. الله أكبر من أن يعذبني أو أن يعذب العباد. تشعر بالغربة أستاذ هاني؟ ما زلت أرى نفسي غريبا بين أهلي، غريبا بين عشيرتي، لأن آرائي لا تنسجم مع آرائي. دائما ينظر إلي أني متشائم، أنا لست متشائم، وإنما حذر دائما من الحياة الدنيا، حذر من التصرفات، قدر المستطاع أحاول أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أن الناس قد انغمسوا بالشهوات والملذات. من هم أعز الأموات الذين رحلوا عن هاني أبو مصطفى؟ والله الأعزاء كثيرون، لكن الأعزاء الأقرب إلى قلبي هم السالكون الذين سلكوا إلى الله سبحانه وتعالى، ورأيت فيهم بركات وكرامات، ورأيت فيهم تصوف حقيقي. وقد فقدت كثيرا من أهل السلوك. فكرت بالهجرة أستاذ هاني؟ والله أنا كنت يعني قد هاجرت عام 1991 عندما شاركت بانتفاضة 15 من شعبان، أو المسمى عنها بوجه آخر انتفاضة آذار. هاجرت إلى مخيم اللاجئين العراقيين في رفحاء في المملكة العربية السعودية، وعشت في هذا المخيم 10 سنوات. ويعني هاجرت عام 1991 ورجعت عام 2001 قبل يعني سقوط النظام السابق. أستاذ هاني أبو مصطفى، يقولون لا تخشى من ميت في كفن، لكن اخشى أو احذر من خطوة حي. صحيح. هل طعنت مرة من المرات؟ والله يعني طعنت كثيرا، وما زلت أواجه الطعنات. يعني الناس أعداء ما جهلوا. احنا عندما أسسنا صالون الزبير الثقافي في الزبير، نعم، هذا الصالون احتضن جميع الثقافات. وأنا أتذكر أنك كنت أحد المشاركين في هذا الصالون، وقدمت عمل مسرحي. كنت أقدم من ضمن البرامج الفنية العزف على الدف، وكان كثير من الناس يتهموني أني أدعو الناس إلى التصوف. أنا أقول لهم أن الدف آلة موسيقية أصبحت عالمية، فكما يتقدم عازف العود يتقدم عازف الدف. فدائما يساء الظن بي، مع أني لا أدعو إلا إلى الوحدة بين المسلمين وبين يعني الناس كافة. فدائما توجه لي طعنات في كل مجالات حياتي. الآن أستاذ هاني أبو مصطفى، لنستمع منك بعضا
من شعرك عن الموت؟ أنا أخاطب الموت يعني بلغة قد لا يفهمها إلا المتذوقة يعني. نعم. أنا جئت وحدي كي أراك وعدت لك لتكون لي كي لا أجدد مقتلك. أنا لا أوافق فالحلول جميعها خجلا، توقف لحظة ما أعجلك. الشاعر الصوفي والكاتب هاني أبو مصطفى، ولدت عام 1971 في قضاء الزبير محافظة البصرة. كنت في بداياتي شاعرا شعبيا، وبعد أن هاجرت من العراق عام 1991 بعد الانتفاضة الشعبانية، كنت قد درست هناك المنطق والأصول والعقائد والفقه والصرف والبلاغة واللغة العربية، وكذلك درست المسرح على يد المخرج العراقي ماجد الياسري، وعدلت إلى الشعر الفصيح وكتبت القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر. الأستاذ هاني أبو مصطفى، حدثني عن الزبير. والله الحديث عن الزبير، الزبير بحسب ما أعتقد أنه من أكبر الأقضية في محافظة البصرة، باعتباره يشرف على مدينة الكويت وعلى دولة الكويت وعلى دولة السعودية. الزبير يعني قضاء كبير، سكانه كثيرون، فيه مزارع كثيرة، فيه ميناء. الزبير فيه شريحة مثقفة كبيرة، فيه آثار، مثلا مقبرة العارف الصوفي الشيخ الحسن البصري، وفي هذه المقبرة الشاعر الفرزداق، قبر رابعة العدوية، الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، الشاعر الكبير محمود البريكان، الشاعر الشعبي من سوق الشيوخ أبو معاش، وصحابة كثيرون. الزبير فيه حركة ثقافية جيدة، وهو يعني قضاء لا يقل شأنا عن بقية الأقضية. أستاذ، متى شربت آخر مرة قدحا من الفرح؟ والله يعني أعتقد أن آخر مرة فرحت بها عندما صدر لي ديوان رائحة المناديل وبوح العصر. مبروك مبروك. نستمع لبعض من ما وجد من درر ولآلئ في هذه المجموعة. أنا كتبت قصيدة، إحدى صديقاتنا في الفيسبوك قالت هل يمكن للصوفي أن يكون رومانسيا؟ ونحن نسأل كذلك. فقلت فمي وفاكهتي كأسي ومشواري مصاطبي ومسلاتي وقيثاري فداء فستانك البني، فاقتربي مني أو اقتسمي ما قلت واختاري أنا وإن كنت صوفيا أعاهدك أني بمعركة الأجساد كالناري. حدثني عن الصوفية. الصوفية يعني عالم التصوف عالم جميل، عالم يؤمن بالمثالية ويؤمن بتزكية النفس ويؤمن بالحالات الروحية والتأملية. الصوفية تضيف على الإنسان الكثير، لأنها تربي السالك على أن يفرغ هذا القلب من الكراهية، أن يملأ هذا القلب، أن يشحن هذا القلب بالحب. المحب قريب من الله سبحانه وتعالى. الله يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي يعرف. فالله بدأ الحياة بالحب وسيختمها بالحب. سعد هاني أبو مصطفى، محطتك الأولى والحالة الاستثنائية هي الشعر، المحطة الثانية الحالة الاستثنائية الأخرى هي المسرح، المحطة الثالثة هل دخلت عالم الإعلام؟ والله أنا يعني حصلت على هوية نقابة الصحفيين عام 2006 لأني كتبت مقالات كثيرة. كنت خارج العراق أيام ما كنت في المخيم، كنت أنشر في جريدة الموقف في سوريا، وفي جريدة لواء الصدر في إيران، وجريدة بانوراما في بريطانيا.
هنا أيضا يعني نشرت في صحف كثيرة، منها جريدة السنام التي يشرف عليها الأستاذ الأديب عادل علي عويد. فأنا كتاباتي متنوعة، منها سياسية ومنها أدبية ومنها صوفية. ثامر العساف، حدثني عن ثامر العساف. ثامر العساف يعني شخصية عملاقة، شخص هو سينمائي، حياته عبارة عن سينوغرافيا رائعة. ثامر العساف يعني خليط، أنا أراه متصوفا مع أنه لا يحسب على المتصوف، لكن هو إنسان عملاق بثقافته وفكره. طالب الحسيني أستاذ، أنا تعلمت الكثير من الأستاذ طالب الحسيني، تعلمت منه الكرم، تعلمت منه الانفتاح أكثر. طالب الحسيني حالة استثنائية، يعني يملك جاذبية، له علاقات واسعة، وهو رجل وطني قد خدم العراق كثيرا عندما كان عضوا في مؤسسة البابطين، عندما جاء بخمسة آلاف كتاب من المؤسسة وقام بتوزيع هذه الكتب مجانا في جميع مكاتب العراق. فلاح شاكر، مبدع بمعنى الكلمة. أبو مصطفى، أطلب منك قصيدة عن الحب. عن الحب. كوني على ثقة ولا تترددي، أنا إن عشقتك لن أخون بموعدي. الله. كان القليل من الرجال بعهدهم لم ينكثوا، وأنا كذلك فاشهدي. كان القليل من الرجال بعهدهم لم ينكثوا، وأنا كذلك فاشهدي. أنا إن عشقت رأيت كل حمامة تدني جناحيها لتمسك في يدي. مريت بتجربة حب في بداية جرح بجرح. نعم. يعني تحدث لي عن الجرح. يعني تقريبا في السادسة عشر من عمري، يعني نعم كنت قد أحببت امرأة وأصبح من الذكريات جرح. أكيد جرح. أكيد أكيد. الآن يعني قد يقودني إلى مشاكل مع الزوج. لا أريد أن يعني. بس يعني هي باعتبار أنا أصبح الصوفي فيما بعد، تحول هذا الحب من حب إلى امرأة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. فبدأت أقتطف من تلك الذكريات تصور تجليات الحقيقة الإلهية، لكن حاليا أنا أعتبر هذا هروب. يعني هروب. أنا أريد أن ما كتبت لتلك المرأة التي سببت جرحا في حياة هاني أبو مصطفى. يعني أكمل القصيدة. لا أريد أن قصيدة ما كتبت في بداية حبك. كم عشت جرحا وتزداد الجراحات، وأينما رحت خانتني المسافات. الله. وكلما قيل أعرض قلت يا لغتي هل يفهم الماء ما تخفي الحكايات. كم عشت جرحا ومن تلك الجراح إذا أظهرته قد تجافين المناخات. قد تستغل مواويلي ودروشتي ولا تمجد أشعار المنصات. تشتاق لأمك؟ والله أشتاق لها كثيرا، وخصوصا في هذه الفترة التي تعرضت بها إلى حالة جدا خطرة. سلامتها. الحمد لله أن الله كتب لها. حياتنا إليها. نسأل الله أن يعطيها العافية. هل تؤمن بمقولة وراء كل رجل عظيم امرأة؟ من هي وراء نجاحات هاني أبو مصطفى؟ زوجتي، لأنها صبرت معي. تحياتنا إلى زوجة الشاعر. صبرت معي على مكاره العيش والحياة وساعدتني كثيرا وعوضتني عما حرمت منه. أنا الآن أحبها جدا وهي تحبني. رسالة بواسطة العدسة. نعم. إلى زوجتك. إلى أعز الناس أهدي هذه القصيدة وهي زوجة الغالي.
كانت تخاف وقد تكون مخطأة من خول التاريخ أن يتقيأ عقل نباتي الضمير رأيته رجلا ولكن روحه بيد امرأة هذا الهتاف الأبجدي مؤجل للعشق حكمته لذلك هدأ عندي لأجلك ذكريات بطولة رسمتك كوبا في المساء لتملأ ماذا تحب وماذا تكره أنا كصوفي ما عودت قلبي على الكره أكره نفسي عندما تعصي الله سبحانه وتعالى أحب الله أحب شيخي الذي علمني وجعل مني إنسانا حقيقيا أتمنى أن أكون كذلك هو له الفضل الأول علي لمن تقول آسف إلى من لم أتمكن من خدمتهم إلى من لم أستطع أن أعينه إلى كل إنسان أساء الظن بي آسف لمن تقول شكرا شكرا إلى الأستاذ هشام شبر الله يخليك شكرا إلى جميع أصدقائي شكرا إلى من يتابعني والشكر الأول إلى الله سبحانه وتعالى الذي أغدق علي بهذه النعم الأستاذ هاني أبو مصطفى نحن الآن أمام كافتيريا لبيع السندويشات والأطعمة تعتبر الفن والمسرح المسرح بالذات هو يعني أشبه بالسندويشة اللي يرغبها شخص والشخص آخر يرغب شيء آخر يعني باعتبار أن المسرح محاكاة لجميع أبعاد النفس العقل له طعام طعامه الفكر القلب له طعام طعامه الذكر الإنسان باعتبار ينطلق انطلاقة نفسية فهذا يرغب يعني الطعام الفلاني هذا يرغب الطعام الفلاني هذا التنوع نهايته إشباع هذه النفس كذلك المسرح هو إشباع للعقل باعتباره ينطلق من آلة معرفية وأيضا هو يحرك العاطفة والمشاعر فهو يملأ المشاعر ويملأ العقل أنا أعتقد السؤال أن بالتحديد كان هل المسرح تجارة تجارة يعني سلعة يرغبها البعض ولا يرغب سلعة أخرى البعض الآخر لا أنا لا أعتقد أن المسرح تجارة المسرح حضارة لكن قد يكون هناك ثمة نقص في نفس المتلقي فبعضهم يتصور أن المسرح تجارة المسرح ثقافة المسرح حضارة المسرح تجليات حدثني عن بداياتك بالمسرح أنا عندما كنت مهاجرا ودرست المسرح على يد الأستاذ ماجد الياسري لمدة عام بعد ذلك أسست فرقة الأنصار وفي مخيم رفحاء كنت قد قدمت 16 عمل مسرحي كذلك بعد عودتي عام 2001 أسست فرقة وقدمت 6 أعمال مسرحية أذكر منها عمل نقل في قناة الشرقية وعمل نقل في قناة العراقية الخامسة لكن هذه الفترة انقطعت عن المسرح بسبب تدهور حالة الصحية والظرف المعيشي السلام على السلام أشكرك أستاذ تحدثني عن المركز اللي افتتحته أو الجامعية أو شنو كان الصالون الزبير صالون الزبير الثقافي يعني كنت مع مجموعة من الأخوة والأعزاء افتتحنا صالون الزبير الثقافي وكانت الافتتاحية عبارة عن مهرجان قدم فيه عمل مسرحي وأنت كنت المخرج والممثل والكاتب وقدمت يعني معزوفة موسيقية للأستاذ فرناس ومجموعة قصائد بعد ذلك عملنا على استضافة كثير من الشعراء والأدباء يعني استمر الصالون إلى مدة عام تقتصر على الزبير من البصرة عموما أي نعم يعني نعم. وجهنا دعوة إلى الشاعر سجاد السلمي وإلى الشاعر الشعبي نائل المظفر جميل جدا وبعد عام يعني توقف الصالون لأسباب كثيرة قبل الصالون أيضا أسست رابطة الشهيد محمد ثامر للثقافة والفنون الإسلامية وأيضا قدمت أعمال ومهرجانات كثيرة وأذكر أني استضفت في عام 2008 الشاعر الدكتور حسين القاصد لكن هناك يعني بعض الضغوط الخارجية مما جعلتني أبتعد الطريقة العليا الكزمزانية ماذا تعني بالنسبة لك أنت
كصوفي. طبعا أنا بدايتي أني عشقت التصوف، وفيما بعد شاءت الأقدار أن أتعرف على حضرة السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزان شيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، يعتبر حضرة السيد الشيخ هو أكبر الأقطاب الصوفية، ويعتبر أيضا هو الوارث المحمدي لخط التصوف، وقد صدرت له الموسوعة الكسنزانية فيما اصطلح عليه أهل العرفان والتصوف، فأنا أعتبر أحد طلابه، أحد تلاميذه، أحد مريديه. إحنا وين أسف؟ في التركية العلية القادرية الكسنزانية، المقر الرئيسي في البصرة في الزوير. أستاذ هاني أبو مصطفى، تمتلك صوتا راقيا جميلا بالإنشاد، لنستمع إلى أحد إنشاد الدين. نعم. والله لا أملك ذاك الصوت، لكننا يعني القراءات كثيرة، لكن أنا بحسب المولد، إذا كان المولد يخص حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو إذا يخص مثلا لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار اذكروا آل محمد كل ليل ونهار، فيقرأ بهذا الشكل، أو نقرأ قصائد مثلا يا أهل الشهامة الكسنزانية، يا أهل الشهامة الكسنزانية بسراركم دون نظر لي. نعتقد أن هذه القراءات توفر لنا كم من المدد، يعني نعتقد أن شيخ الطريقة يملك قوة روحية، فنستمد نستمد من حضرته ما نتقوى به على هذه الأنفس. أستاذ كريم أبو عمر، قضيت 5 سنوات أنت في الطريقة. نعم مع الخليفة جاسم. ألم تلتقي بأستاذ هاني أبو مصطفى؟ لا لم ألتقي. ما جئت لهذه التكية؟ لا قدمت كم مرة. نعم. لكني لم ألتقي بهذا. أنا ربما لأني كنت خارج العراق في تلك الفترة. ربما. أستاذ هاني أبو مصطفى، أريد نسمع قصيدة عن الطريقة. والله يعني أنا أعيد قراءة كانت تخاف، يعني كانت تخاف. نعم. وقد تكون مخبأة، من خول التاريخ أن يستقرئ عقل نباتي الضمير، رأيته رجلا ولكن روحه بيد امرأة، هذا الهتاف الأبجدي مؤجل للعشق حكمته، لذلك هدأه عندي لأجلك ذكريات بطولة رسمتك كوبا في المساء لتملأه، رسمتك في أعلى السماء صحيفة أخبارها فوق النجوم مجزأة، أخبارها كالريح تعصف كي ترى، ومن البطولة أن تفتش ملجأة، تلك البطولة حين قيل لها ارسمي رسمت حريقا في الطريق ومطفأ. علاقتي كمريد بشيخ الطريق حضرة السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزان، هذا الرجل العلوي المبارك المفكر الكبير، علمني كثيرا مما أنتفع به في الحياة الدنيا، علمني أن أحب الآخرين، علمني أن أعشق الأرض، أن أحب العراق. هذا الرجل لا يدعو إلا إلى حب الله، إلا إلى الألفة، الوحدة بين العراقيين. أنا دائما أستمد قوتي الفكرية والروحية من حضرة هذا الشيخ. إلى الطفولة قبل أن تموت، والذكريات في بداية الشيخوخة. قديما كانوا يبعدون بناتنا عن قراءة سورة يوسف خوفا عليهن من أن يقعن في دائرة الحب بوح العصافير. حدثني عن مؤلفاتك، كتاباتك، إصداراتك. والله أنا كما قلت لك أن أول ديوان أنا والجراح صدر عام 2004، وكان يتناول
في قصائده الوضع الذي عشته في مخيم رفحاء. الديوان الآخر مزامير الحرية لم يوزع بكمية جيدة لأن الطباعة لم تكن جيدة، لم تكن ترغي. أما رائحة المناديل وبوح العصافير اللذان صدر في هذا العام يعني قبل شهر، وعندي ديوان خامس إن شاء الله في غضون شهر أو شهرين سيطبع، وفي هذا الأسبوع ستصدر الرواية بودلير في جبة الحلاج. أنا أقرب التصاق في الشعر. نقول في مقدمة الديوان: قديما كانوا يبعدون بناتنا عن قراءة سورة يوسف خوفا عليهن من أن يقعن في دائرة الحب. كانوا مخطئين جدا ومعزولين عن العالم جدا، كان عليهم أن يبعدونا نحن الأولاد عن قراءة سورة الأحزاب. طويل. أستاذ هاني شنو تشتغل؟ والله أنا كنت موظف، لكن يعني كيف توفق بين الثقافة والشعر والأدب والتصوف ومستلزمات الحياة؟ يعني أنا حاليا متقاعد، يعني أتقاضى راتب كل شهرين، ويعني منشغل متقاعد كيف وتبعدك مو يعني متقاعد بلحاظ يعني الحقوق السياسية. نعم نعم. لأني كنت موظف وتركت العمل لأن صحتي غير مستقرة ولأن والدي أيضا مريض ويحتاج إلى رعاية، فأكثر أوقاتي يعني أنشغل بالقراءة سواء من خلال الكتاب أو من خلال النت. عندك تواصل وعلاقات مع مثقفي العالم؟ نعم، عندي علاقات جدا واسعة بشعراء وأدباء العرب. منهم؟ في مصر، في الكويت، في السعودية، في الشام، يعني مثلا في الشام كثير من الشعراء المعروفين، مثلا الشاعرة يعني ميساء، في مصر الدكتور محمد نافع سلامة، في المغرب الدكتور محمد فري، يعني أسماء كثيرة جدا. أستاذ نطمع أنا وأستاذ عبد الكريم حميد نادر أن يعني نأخذ نسختين من والله أنا أرجو أن يعني يقبل كلاكما هدية، يعني نسخة من كل ديوان: بوح العصافير ورائحة المناديل. جميل جدا. لك وأيضا إلى الأستاذ كريم نادر. شكرا جزيلا. إن شاء الله بعد صدور الرواية أيضا سيكون لكل واحد منكما نسخة بإذن الله. كلمة أخيرة من خلال العدسة إلى مثقفي البصرة. إخوتي في محافظة البصرة، أيها المثقفون، أيها الشعراء، ما زلت أقول أن العراق بحاجة المثقف. ما لم يكن بيننا تكاتف وأخوة ومحبة لا يمكن لهذا العراق أن ينهض. علينا أن نتعاون في ما بيننا، علينا أن نقف داعمين إلى من هو أقل منا، وأن نقف محترمين إلى من هو أكبر منا. علينا أن نبتعد عن البغضاء وعن الفتن وعن الحزازيات. نحن لا يحكمنا توجه، تحكمنا الثقافة. المشهد العراقي في ظل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية يحتاج إلى وقفة المثقف، ويحتاج إلى التعاون بين المثقف والآخر. أدعوكم إلى المحبة، وأنا أقلكم شأنا وأدناكم مرتبة. قبل أن أنهي هذا الحوار وهذه الحلقة المميزة جدا، أريد منك قصيدة الختام. قصيدة الختام ستكون نثرية. في الخامسة عشر على ما أتذكر في بداية العام، كان لنا جار وله ابنتان. الأولى هي من أحبت أخي، والثانية أنا من بدأتها بالحب. كنت ألاطفها، أنحني لها عندما كانت تمر من على بابنا الخلفي. لم نكن على رأس الشارع، لم يتمكن والدي من شراء بيت يتناسب مع الآخرين ممن كتب الله لهم حياة تشبه الربيع في أوروبا. كنت أغازلها بصمت، أخاف منها أن تغضب. كانوا يقولون لي ثم تفارق بينكما، وكنت أقول لهم لا يفرق ذلك في قلبي،
لأني أعشقها كما يعشق الفراش الطيران حول النار. كانوا يضحكون كثيرا لأنهم حمقى، لأنهم لا يعلمون أن التي أحبها قلبي كانت تحمل حقيقة الأنثى في كل شيء. كانت أما أختا حبيبة، ولكن من طرفي فقط أتمنى أن لا تكون بلادي كما كانت حبيبتي. جميل جدا. أقول أنا إلى كل المشاهدين، إن كنت لا تجيد قيادة القلم فاحذر أن تقتل شخص أو شعب أو أمة. وهاني أبو مصطفى ماهر في قيادة القلم وتعليم القيادة للآخرين. سعيد جدا بلقائك وشرفني كثير اللقاء المميز والراقي والجميل جدا. أنت أستاذ وأنت حقيقة نحن يعني نتعلم منك الكثير. أنا ممتن لهذا اللقاء وهذا يعني أنت غمرتني بلطفك. الله يخليك. لازلنا من عيون البصرة نغترف والفرح